أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أمر السلطان رجلا مكلفا ففيه وجهان، يضمن ولا يضمن، فما هو الراجح منهما؟ الراجح أنه لا يضمن، ما دام أنه مكلف وعاقل ويعرف الخطر فلا يلزمه طاعة السلطان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فلا يلزمه طاعة السلطان فيها، فلا يضمن، لأنه هو الذي أقدم وخاطر بنفسه. نعم.